السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف لكم فيه الشيخ القارئ عثمان أحمد علي كان إمام جامع مصعب بن عمير ومحضرته. أهلا بكم شيخنا عثمان كان، ونفتتح لقاءنا هذا بتلاوة عطرة من الشيخ كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. إذن الشيخ، حدثنا عن بدايتكم مع القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أشكر الموقع بالبرمجة على تضحيته بتنفيذ هذه الحلقة الخاصة. بداية مع القرآن الكريم كانت بداية صعبة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا قدر لك أن تحفظ القرآن الكريم يسهل لك الوسائل. الحمد لله كانت هذه الوسائل متاحة، وهذا فضلا تعود إلى الوالدين، لأن يعني الوالدين هما يعني جعلوا فيها الغالي والنفيس. كالأب مثلا كان فقط إذا سمع الشيخ يدرس القرآن ولا الشيخ متميز بالقرآن يذهب به إلى ذلك الشيخ وينفق ماله فيه، يجعل فيه وقته ويجعل فيه ذلك كامل. وكان رحمة الله عليه لا يتركني في البيت كثيرا، لأنه كان يريد أن أتعلق بالقرآن أكثر. والحمد لله رب العالمين، من الله علينا بحفظ القرآن الكريم كاملا وفي وقت وجيز. نحن أتممنا حفظ القرآن في السنة العاشر لله الحمد. كيف كانت تجربتكم مع المسابقات الدولية لحفظ القرآن؟ المسابقة الدولية كانت تجربته يعني كانت صعبة جدا أيضا. يعني الفوز بهذه المسابقات، وبداية كنا نشارك في المسابقات المحلية. أعتقد أنني شاركت فيه أكثر من ثلاث أو أربع مرات ولم أفوز فيه. لكن في المرحلة الأخيرة عام 2005 تقدمنا يعني في مرحلة حاسمة الحمد لله، وكان هناك تنافس شديد. أول مسابقة نجحت فيه وجيت في المركز الأول، مركز في مركز المغرب، مركز الثقافي المغربي. يعني كان عندهم مسابقة سنوية تنظم في رمضان، وأنا ذاك عام 2005 حصلت على المركز الأول في ذلك المسابقة، وعلمت بأني يمكنني أن أحصل على مسابقة دولية. شاركت في ذلك نفس العام، شاركت في المسابقة المحلية ونجحت فيه، قست السعودية. احنا كنا أربعة، كان معي واحد قال له سيد محمد الشيخ أحمد، واحد قال له محمد يحيى، واحد قال له محمد يحيى، وواحد قال له محمد، واحد قال له محمد الراضي ابو المليح رحمة الله عليه. نعم، هذا كان صديقي. مشينا معا شهر مسابقة السعودية. أول خروجي المسابقة الدولية بعد كان السعودية، وتقدمنا فيها الحمد لله المرحلة. المركز حصلنا على المركز هناك، لكن ليس مركز متقدم.
أنا ذاك أكون يعني كان أول مسابقة دولية قست فيه الخارج، كانت تجربة الحمد لله رائدة. هل للشيخ دراسات أخرى في مجالات غير القرآن؟ مجال غير القرآن يعني كالفقه والحديث، نعم الحمد لله درسنا الفقه ودرسنا الحديث، وعندما يعني حفظنا القرآن توجهنا للحديث، كنا نحفظ صحيح البخاري، وأيضا التحقت بهذا مركز تكميل العلماء عام 2008 إلى عام 2010 كنت مركز تكوين العلماء، ونحفظ الحديث ونحفظ متون العلمية الحمد لله، الفقه والحديث والنحو واللغة، هذا كله الحمد لله كنا في مركز تكوين العلماء الحمد لله ما شاء الله. هل خاض الشيخ تجربة التعليم المدرسي؟ نعم خضنا تعليم المدرسي الثانوية، وشاركت في مسابقة الثانوية العامة ونجحت فيه الحمد لله وجبرت البكالوريا، ولكن لم أتابع دراسات الأكاديمية. ماذا تعني للشيخ إذاعة القرآن الكريم؟ يعني لي كثير، هو أولا هو من مجالاتنا، أولا يعني القرآن الكريم هي مجالنا، وإذا كان إذاعة القرآن الكريم هي منصة، أيضا هي منصة لإذاعة القرآن الكريم لعامة الموريتانيين، لأن نحن هنا هذا معروفون بالقرآن الكريم، إذا كان عندنا إذاعة للقرآن الكريم سوف نكتشف المواهب من خلال إذاعة القرآن الكريم، اكتشاف المواهب، يعني القراء ظهروا أكثر عندما ظهر إذاعة القرآن الكريم. عندما أنشئت عام 2010 جاءه يعني القراء من كل حدب وصوب، فأصابت الحمد لله استهدف الفئات التي كانت مهمشة في القرآن، أصبح الآن الحمد لله عندنا قراء يتوافدون إلى إذاعة القرآن الكريم، خير كثير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم القائمين عليها وأن يثبتنا إن شاء الله في 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 هذا المنهج الصحيح. هل يملك الشيخ حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا املك، عندي فيسبوك وعندي عندي 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 واتساب، كذلك عندي الموقع، عندي قناه الخاص في اليوتيوب. فئة كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يربطون الاحتيال بالشخص المتمظهر بالدين او الملتحي، كيف يرى الشيخ، كيف ينظر الشيخ لذلك؟ أنا أنظر إلى ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبهذه المناسبة أريد أن أمرن هذه الرسالة، قد ترى الإنسان يعني عنده مظهر ديني، فإذا هو محتال، يعني أنا شخصياً يحتالني شخص، هذا الشخص إذا رأيته لا تظن بأنه محتال، لا تظن أنه محتال، ولا تظن أنه كذاب، يعني هو يحتالني وأخذ مني مبلغ كبير من المال بغرض أنه عنده تراب يبيعه، جاءني بالوثائق ومشينا شور دومين وعدلنا فيريفيكاسيون وجبرنا لها، فإذا هو هذا التراب غير موجود في خريطة موريتانيا كامل، ما هو خالق، أي تراب ما هو خالق، لكن أخذ مني مبلغ كبير 4 ملايين أوقية قبل الاتفاق، لا هذا بعد الاتفاق، لأنه جاءني بوثائق، مشينا شور دومين وعدلنا فيريفيكاسيون وجبرناه خالق، قالوا لي عنه ما فيه منح، ما في مزدوج، جبرنا عنه واضح وتوقيت واضح، لكن التراب ما واضح، جاني وقال لي عن التراب في 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 مكان، قال له سكوك، مشينا لها وفتشنا هذا كامل، فإذا هو محتال يا أخي، ومن 4 ملايين مشابه نختار من هذه المنصة
نختار من رئيس الجمهورية التخلي به، والله الجهة المعنية بهذا يتخلي بهذا، إما يرجع لي مالي بقى، والله بقى يعطيني تراب، التراب قام أو خالق غير بقى يرجع لي مالي. اسمع على ربك بعض مني، إذا هذا مبلغ كبير نختار من رئيس من هذا منه من جهة المعنية لهذا أن يتدخل لي في هذا الأمر. في ختام حلقتنا حبذا لو ختمنا بتلاوة عطرة من الشيخ من قوله تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.